السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على إليكوباكتير بيلوري اللي هي جرثومة المعدة او لحرق المعدة. اذا شنو هي جرثومة المعدة؟ شنو هما الاسباب والاعراض ديالها؟ وكيفاش كيتم التشخيص والعلاج؟ باش نعرفوا بعدا شنو هاد إليكوباكتير بيلوري، خاصنا نفهمو كيفاش المعدة خدامة. المعدة خالقة لينا ربي عضو مكلف بالهضم ديال الماكلة، والخدمة ديالها ميكانيكية وكيميائية. الخدمة الميكانيكية هي فاش كطحن الماكلة اللي كناكلو باش يسهل الهضم في المصارن، والخدمة الكيميائية هي الهضم بواحد المواد سميتهم الأنزيمات، منهم البيبسي اللي كيهرسو البروتينات وليباز اللي كيهضمو الشحمة. وهاد الأنزيمات والماكلة كيعومو في الحمض ديال المعدة. دابا اجيو نفهمو شنو هي هاد إليكوباكتير بيلوري. هاد إليكوباكتير بيلوري هي سميه ديال واحد البكتيريا كتعيش في المعده، وكتقدر دير الطياب والحريق عند شي ناس. هاد البكتيريا كتدوز بالماكله، الماء او السوائل اللي كتخرج من الفم ومن الشرج. فاش كتوصل البكتيريا للمعده كتلصق فيها، وكتصوب واحد الماده اللي كتنقص من الحمض ديالها باش تقدر تعيش فيها. في الاول كتادي هاد البكتيريا التهاب ديال المعده اللي معروف بكاستريت او الطياب بالدارجه. وفاش كتزيد تحرد المعده كيتكون لينا قرحه المعده او الالسير غاستريك، ومع الوقت ممكن هادشي يوصل لكونسيرت المعده. هاد البكتيريا كتعيش في المعده، مي ماشي كلشي كدير ليه المشاكل، ولكن فاش كيبداو الاعراض في حال السخفه، الحرقه، قلة الماكلة، الترويعة، الحريق في الكرش من وراء الماكلة، أو التقية ديال الدم، هنا خاصنا نمشيو لعند الطبيب باش نديرو التحاليل. التحاليل مهمين في هاد المرض، منهم التحاليل ديال الدم اللي كنقلبو فيهم على مضادات الأجسام اللي هما عبارة عن بروتينات مناعاتية ضد البكتيريا. كاين التحاليل ديال الخروج اللي كنقلبو فيهم على لونتيجين ديال البكتيريا. كاين التحاليل ديال التنفس اللي كنقلبوا فيهم على واحد الماده كتحتاجها هاد البكتيريا. عاد كاين لافيبروسكوبي اللي هو تيوت المعده اللي فيه كاميرا القدام كيدخل من الفم للمعده، وكناخذوا طريف منها باش نقلبوا فيه على البكتيريا ونشوفوا فيه الحاله ديالها. في الحاله فاش كيتاكد الطبيب من وجود ديال هاد البكتيريا كيعطي جوج ديال لي زونتيبيوتيك باش يقضي عليها، وكيزيد معهم واحد الدواء اللي كينقص الحموضه ديال المعده، ودواء واحد اخر كيغلف المعده باش يزيد يحميها اكثر. كنشكركم على تتبعكم الحلقه، ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل فيديو جديد. وما تنسوش تتابعونا على الصفحات ديالنا تيك توك، انستغرام، فيسبوك، وخليو لينا كومونتير لتحت الى عندكم شي سؤال ولا اقتراح. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. نتمنى من الكل يستافد ويفيد غيره ويحاول يبارطاجي هاد لا فيديو مع اكبر عدد من الناس، سواء اللي كتعرف سواء اللي ما كتعرفش، هكا باش تعم الفائده على الجميع وتكون سبب في انقاذ ارواح ممكن تكون تا واحد منهم. لحقاش الصحه كنز ما كيعرف بحقه غير اللي مريض، ولا مشات الصحه مشى مولاها. ساهم معنا في هذه الحمله التوعويه باش تخليها صدقه جاريه لك في الدنيا والاخره. فالدال على الخير كفاعله، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ما تنساش الدعاء لنا في ظهر الغيب بالتوفيق للجميع.